المول كله خلاص بقى في المنقص ده مفيش مخلوق فايت بالمنقص. انت في انت في البنك؟ استنى بس فين؟ بس فين؟ قول له انت فين؟ قول له انت فين؟ انت فين يا خالي انت طيب؟ انا اللي فين؟ انت فين بالظبط يا خالي؟ انا في الدور الثاني بجوار بحيط الملابس للنينجا. عامل لي مفتح في واحد في الدور الثاني خلصوا لي عليه بسرعه. لو انت مش من العصابة اهرب. عصابة؟ يبقى اللي كان بيجري ورايا ده كان هو واحد من العصابة اللي بيجري على القصر. اهرب يا عم. اهرب ايه ده؟ ايه الافلام دي؟ اهرب ازاي؟ ده الواد هادي ابن اختي جوه في قلب البنك جوه. هما جايين عشان يسرقوا البنك. يسرقوا البنك؟ يا خبر اسود. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا صغير؟ الوضع عامل ايه يا حضرة الظابط؟ سيكيورتي سيكيورتي خبر السويد خبر السويد خبر السويد سيكيورتي السيكيورتي خلاص السيكيورتي خلاص دلوقتي موجود فتح. مين معايا حضرتك؟ معاك عميد شرطة عصام السكران. سكران؟ يا عم يا مقصد يا ولان اديني حد جنبك فايق اكلمني. خليك معايا يا تحت. يا سيدي انت خليك انت معايا بس وقول لي انا اعمل ايه دلوقتي في المشكلة اللي انا مظروف فيها دلوقتي دي؟ احنا بره المول ومش هنقدر نقتحم حفاظا على ارواح الرهائن اللي عندك. تحت دلوقتي انت الراجل بتاعنا. انت بتقوم بعمل عظيم. مصر بحواليها الطيبة ونيلها الخالد وسمعتها الحلوة قوي اللي بقالها 7000 يا عم خلاص. هي ناقصة ناقصة كذب وإضراط علينا. ما احنا عارفين كل الحكاية وكل اسمها يطلع يقولوا احنا الفراعنة و7000 سنة وانت بتضرطهم لي في قلب السماعة وما شفناش حاجة من الفراعنة دي غير اللعنة بتاعت الفراعنة. الله خلص وقول لي اعمل ايه. عايز انقذ نفسي. مفيش خطة يا تحت. مفيش خطة. طب اقفل حضرتك الله يسترك. اقفل اقفل يا عم اقفل اقفل اقفل. دي بلد وحياة المصحف الشريف في البلد دي ماشية ببركة ربنا مش حد تاني خالص. عاوز اشرب لاتيه. مفيش حد بيبيع لاتيه هنا؟ طبعا يا فندم طبعا. اتفضل. We'll be right back.
دلوقتي استنى. بطولة مفزعة ناكرة للذات، انت أنقذت مصر. أنقذت مصر؟ طب قول لمصر بقى أنا عايز أتنكر. وعايز إيه من مصر؟ أنا مش عايز حاجة من مصر، أنا عايز أعرف مصر عايزة إيه مني. عايز أعرف مصر عايزة إيه مني. خلاص بقى. تحب توجه رسالة للسادة المسؤولين؟ أنا عايز أقول لسيادة الرؤساء إن موضوع قناة بورسعيد لازم ترجع منطقة حرة مستقرة زي زمان. عشان عايز أجيب ترنجات وكرسي. ومصر مصر ام الدنيا لازم ترجع زي زمان ايام هدى سلطان. اتوبيس اهو يا خالي. فين؟ يلا يا عم دلوقتي. الدنيا زي بريزه، يوم ملك وكتابه، يوم عليك قلابه. وقفونا ثلاثه بثلاثه. يا خالي يا خالي.